يطلق تلفزيون البحرين دورته البرامجية الخاصة بشهر رمضان المبارك بمحتوى يتناسب مع هوية الشهر الفضيل ويلامس روحانياته في المجتمع البحريني. وأكد الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون عبد الله خالد النصار الدوسري الجاهزية الكاملة لإطلاق باقة برامجية شاملة ومتنوعة خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه تم الحرص على تقديم هذه الحزمة البرامجية المحلية عبر كادر فني وإداري متخصص، منوها بأن ما يمر به العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد قد أثر في العديد من نواحي الإنتاج بما فيها الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.